السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق وحصر العلائق السبب وافتح علينا من بركات العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. يا رب لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تعقنا عنه بعائق، وارزقنا اللهم جلدا وصبرا وإتقانا وإخلاصا بطلب العلم، آمين. ثم أما بعد، على بركة الله تعالى نستأنف كما العادة بنأخذ محاضرات إجمالية في ضوء الكتاب، هي 20 محاضرة في ضوء الكتاب. اليوم نتكلم عن المراحل العملية لدراسة الأسانيد. نحتاج بس السبورة المراحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني بحل بإذن الله. بسم الله. يعني ايه المراحل العملية مبدئيا؟ كل هذا سنأخذه تطبيقيا في الكتاب، ولكن تصور اجمالي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة من لوازم دراسة الاسانيد ضبط مسألة التخريج جيدا، يعني المراحل تأخذ بحجز بعضها. تم تخريج الحديث ومراعاة الطرق والاستقصاء فيها وعدم التساهل في الاستفادة منها، لأن أقول الباحث الجيد هو من يحسن التعامل مع الطرق. ونقول الآن أصبحت كثرة الطرق سواء في التخريج، يعني الآن ما شاء الله الآن لو فتحت المكتبة الشاملة وكتبت أي جزء من الحديث هتجد عندك 500 نتيجة وأكثر، وأنك بحثت في كل الشاملة هتجد حوالي 1000 نتيجة. الباحث الدقيق مع الوقت يعني مع الخبرة قد لا يحتاج لكل هذا، اللي هو أن يبحث في الشاملة بكاملها، تأتي مراجع في اللغة، مراجع في الفقه. يعني طبعا كثرة المصادر مقلقة للبحث يا أبنائي، كما كثرة الكتب. يعني العالم قديما كان مثلا بيبقى امامه مثلا كتاب الرساله للشافعي في الفقه، المزني، كذا كتب يحكمها ويتقنها. الان الكتاب الكتب لا اول لا اخر لها. فيعني العبره ليست بكثره المصادر، بل العبره بالافاده منها. اهم حاجه كيف استفيد منها، كيف العبره، لان بعض الطلاب يظل يخرج الحديث من الأمالي لبيبي بنت عبد الصمد وجزء وجزء فلان وجزء فلان ويظل في التخريج. أنا لا لا, لا يعني أعبأ بكل هذا، بل المراد كيف أستفيد منها. بل عندنا قاعدة في التخريج أنه لا يؤتى بمصدر أعني من المزيد على الكتب التسعة إلى الفائدة. يعني إيه الفائدة؟ بيان علة فائدة، حكم نقدي للبيهقي على الحديث فائدة، إشارة لوهم في المتن فائدة. لا يزاد على الكتب التسعة، لأن هي مجموع الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد وسنن الإمام الدارمي، فلا يزاد عليها إلا لفائدة. لا بكثرة كل هذه المصادر، يا إما مداخل، يعني تجد أن العالم داخل من طريق معمر أو من طريق أحمد وتجد غالبها مداخل. مداخل يعني 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 السبكي مثلا في معظم شيوخه يدخل عن اللؤلؤي عن ابي داود، او يدخل من طريق البيهقي عن ابن داسة عن ابي داود، فكلها مداخل. فاول حاجه لضبط مساله الاسانيد حسن الاستفاده من صناعه التخريج، وهذا يبين ان الحلقات تاخذ بحجز بعضها، ليست جزء منعزله، سواء مصطلح الحديث التطبيقي، الاسانيد التخريج، الاسانيد العلمي. اول حاجه التقييد بالاسناد المدروس، التقييد يعني ايه يا شيخ؟ للاسف بجد في بعض الرسائل العلميه الطالب لم يقيد اسنادا يدرسه، اي اسناد، هل هذا يعني عقلا لا يتاتى؟
اول حاجه الحديث مثلا باسناد ابي داود باسناد ابن عدي في الكلام، التقييد بالاسانيد سواء في مرحله الدراسه او مرحله الحب، يبقى انا مقيد بالاسانيد، لان الطالب خاصه في باب ان شاء الله باب العلل هتجد الطالب يقول اسانيد الوجوه، الوجه الاول، بقول للطالب اي اسناد؟ قال يا مولانا تحت المدار، يعني بعطي صوره، يعني يا مشايخ يعني مثلا الـ يا حمزه الصبوره قليله ان قريش انكسرت يعني الحمد لله، عشان بس مش مشكله الاسانيد يا مشايخ، يعني مثلا عندي قتاده والطرق اليها، الباحث لا يقيد بالاسانيد، فياتي مثلا لو هيدرس معمر مثلا ويدرس مثلا سعيد بن ابي عروبه ولا يقيد باسانيد، هذا خطا في هذا الباب. وهذه كانت لسنه 1417. ايه هذا التاريخ يا مشايخ؟ كانت اول رساله في العلل بهذا المنهج، كانت للشيخ حسين بن احمد معبد على الدكتور عبد الله دنفو الاندونيسي. الدكتور عبد الله دنفو عميد في كليه طيبه بالجامعه في المدينه المنوره على ساكنه اتم الصلاه. 1417 مرويات الزهري المعلم، اربع مجلدات من طبع دار رشد، ما كان فيها بهذه المنهجيه اللي هو دراسه المدارات فقط. الى الان بعض الباحثين، اعني في المملكه العربيه السعوديه الى الان، وبعض الباحثين هنا، وهذا خلل ان هو بيدرس المختلف عليه ولا يدرس اسانيد. وانا عندي نماذج من رسائل مطبوعه حاليا جديد لا يدرس اسانيد. كيف رجحت؟ هو مرجح بناء على حتى بدون نقل الائمه، لان الائمه ما درسوا، يعني لو اعتمد على الدارقطني لكنا اولى، لان الدارقطني عندما يرجح وجه الاسانيد الاسناد في راسه، لان بعض الناس عنده اشكاليه عدم وجود الاسانيد. لا، الدارقطني عندما يقول والمرسل اشبه او المرسل ارجح الاسانيد مع الدارقطني رضي الله تعالى عنه، واضح يا مشايخ؟ فيعني بيكون في اشكاليه في التقييد بالاسناد المدروس. دي اول طريقه اخذ اسناد وليكن اعني ابا داود الترمذي، دي اول حاجه اجماليه، ان اي اسناد سادرسه، احدد اسناد البزار، اسناد الطبراني فقط، ما ينفع درس اسانيد جمله، لان كيف اضبط المساله؟ واضح؟ بعد ذلك يا مشايخ تعيين الرواه اجماليا، ده امر دقيق جدا، ولا يقول احد ان سهل يا دكتور والان شامله وموسوعه جوامع الكلم وموسوعه ايجيكم وموسوعه خادم الحرمين الشريفين. هذا الباب يعتبر من ادق الابواب، اعني تحديد الراوي، خاصه لما يكون مبهم او مهمل. طالب قد يظل يعني يحدد راوي اخر مختلف جدا، يعني يكون هو نفس الاسم، وهذا ثقة وهذا مضاعف وهذا باب علل. فعدم تعيين يعني تحديد الراوي، وطبعا المشايخ الاستفادة من تعيين الرواة أولا بتأتي في ضوء الخبرة، لا تأتي يا مشايخ بالكتب تعيين الرواة وأن هذا الراوي فلان وأن هذا فلان، لأن الطالب والباحث العجل قد يأخذ مجرد الإسناد وإن فلان أشار إن فلان، فيحدد أن هذا من تلاميذه أو هذا من شيوخه. تحتاج إلى وقت، خاصة لو في نفس الطبقة، خاصة الطبقات المتأخرة كشيوخ الشيخ ابن حجر مثلا، ساعات يأتي بالكنية، تظل أنت تبحث، خاصة إن قد يحتاج منك إلى استقراء مجلدات للشيخ ابن حجر. يا رب مجلداتي مولانا، نعم والله، لأن ممكن راوي الشيخ ابن حجر مترجم له في كتاب له وذكره في الإسناد بالكنية فقط، والكنية ليست، لأنه ليس من شيوخ المشهورين، فالكنية مهمة، هل هو فلان أو الفضل فلان أو كذا أو كذا، ممكن تظل وقت تحدد أعني الرواة تعيين الرواة. للأسف يا مشايخ يعني، وأنا أقول يعني دي حكم على موسوعة جوامع الكلم لمن يستعملها اللي هي افق،
والموسوعة موجودة من شيخ، موجودة على إسلام ويب. الموسوعة أنا حقيقة من خلال خبرتي استدركت عليهم 5000 خطأ، حتى زدت على 5000. 5000 خطأ في تعيين الرواة. وسبحان الله تواصلت معهم وكذا وتم التواصل يعني، ولكن الرجل صاحب المشروع توفي رحمة الله عليه، يعني المهندس محمود يعني المراكبي. الشاهد يعني 5000 خطأ بسبب عدم خبرة يعني الباحثين المشتغلين في هذا. بل الأعجب لما يأتي مثلا الإمام ينص أن فلان ليس بالسبيعي، ليس بالسختياني من أيوب، ويأتي الباحث ويقول أيوب هنا هو السختياني. يا شيخ ده البزار قال وليس بالسختيان، يقول لك لا هو السختيان. كيف يا بني؟ عرفت يا شيخ ان ده امر مهم جدا، تعيين الرواة، من الراوي الذي معي؟ دي مهمة جدا كإجمال تصور الأسانيد، الإسناد أولا المدروس ثم تعيين الرواة. رقم 3 يا شيخ، طبعا مسألة المبهمات في كتب طبعا بشكوال والخطيب البغدادي والشيخ المبهمات لولي الدين يعني أبا زرع أبو زرع بن العراقي. لو الباحث يقرأ مقدمة هذه الكتب للمشايخ، لو الباحث يقرأ على الأقل مقدمة هذه الكتب يعرف يعني منهج، هل هي مرتبة مثلا ترتيب أبجدي، هل له آلية معينة كيف يتعامل مع مبهم في المتن وكيف السبيل إليه. ولن يعني فعلا حقيقة لم يعدم فائدة من قراءة مقدمات كتب المبهمات. واضح يا شيخ؟ طبعا من المفيد جدا، قد استأنس بعمل بعض الشركات ومنها جوامع او خادم الحديث جامع الحرمين، خادم الحرمين الشريفين اعني جامع حرف اللي هو 2014 الاصدار موجود 33 كتاب خلال الكتب المسندة، وأنا عملت في هذا الإصدار لمدة 5 أعوام كاملة، وكنا نذهب من 8 إلى 12 ليلة يا مشايخ. ما النوم يعني نام وارتاح يأتيك تفاح يا مشايخ. يعني ما شاء الله يعني جهوده مشهورة، ولكن الباحث ممكن يجود عملية فتعيين الرواة نستفيد منهم المبهمات. طبعا ايضا الاستفاده من كتب الرجال المطوله، خاصه انت ممكن تبحث عن الراوي وعلى علاقه بشيخه وتحدد كتب المتون وكتب الشروح، لعل احد يعطيك خيط من هذا الراوي، وكتب النقد وكتب العلل يعني قد يستغرق منك وقت، ولكن تعطى الخيط بعد ذلك لاتقان مساله تحديد من الراوي، لأن إشكالية قد يكون هذا مثلا ضعيف جدا والاسم نفس الاسم ثقة، وأنت بذلك ستحكم على الحديث بشيء عجيب، يا إما من قد يكون تحكم عليه بالضعف الشديد إلى الصحة، لأن لو الراوي كذا وتشابه في الاسم وعدم تحديد الهوية أنت حكمت. وطبعا الشيخ ابن حبان يعني أخافنا بقوله ومن لم يمع النظر في هذا أخشى وإني خائف أن يدخل ضمن في من كذب على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يا إما لا تدخل هذه الصناعة تقلب، إنما تدخل هذا باب ديانة يا مشايخ حقيقة، باب ديانة، لأن إشكالية لو أنت حكمت خاصة الأسانيد غير المدروسة وحددت الراوي خطأ باب أولى يكون الحكم إيه؟ خطأ. فلو استشعرنا الأمانة في هذا الباب ما شاء الله بذلنا الجهد الكبير وفتح الله لك حقيقة تعيين الرواة. بعد ذلك يا مشايخ في نقطة مهمة جدا، بعد تعيين الرواة يا مشايخ وهذا الجهد من بارك الله فيك، في نقطة مهمة جدا يا مشايخ، العلاقات البينية مهمة جدا بين الرواة. للأسف الطلاب حقيقة من خلال أيضا رسائل الماجستير والدكتوراه وعمل بعض الباحثين، الباحث بيصنع مثلا شيخ أبو داود منفرده
شيخي شيخي بمفردي، كأنه لا علاقة لا بأبي داود ولا بشيخي. هذا خطأ يا أبنائي. الطالب يدرس كل راو بمعزل عن الآخر. أدي مثلا شيخ أبو داود، ثاني شيخ شيخي، ثلاثة. لا، الأئمة ما كانوا يتعاملوا مع الأسانيد هكذا. طالب بيصنع أبو داود في معزل، ومن باب أولى مشايخ يقع في خلل. يعني أي طالب، أي طالب مثلا، أي طالب مشايخ يأخذ هذه المسألة محمل واحد خلاص يا مشايخ. مثلا الراوي ولم أبين العلاقة، لأن مثلا الراوي ده مختلط، لابد من معرفة هل هو ممن عيب بالأخذ عنه متأخرة، في أي مرتبة هو، هل أخذ عنه بعد اختلاطه قبل. للأسف الطلاب لا يراعون هذه القضايا، مسألة التدليس ومسألة الغرائب، إن الراوي هذا ثقة في الجملة، بس عند محمد بن إسحاق له غرائب. بحيث يقول أنا مالي بها، مالك يا بني، ما الرجل ثقة في الجملة بس عنده غرائب، إشكالياته وغرائبه، وغرائب لا تحتمل منه لعدم إكساره عن محمد بن إسحاق، وكان منهم يونس بن بكي. واضح يا شيخ؟ فالعلاقات مهمة جدا، يعني تبقى عين الباحث حاله في الشيخ، وخاصة الشيخ في الإسناد المدروس. من أجل ذلك كنا تحديد الإسناد، التقييم بالإسناد وتعيين الرواة، وبعد ذلك العلاقات بين الرواة. لأن إشكالية حقيقة أنا ألاحظها في خاصة كتب التحقيق، يعني منها على سبيل المثال أصرح، يعني تحقيق عبد الكوشك لكتاب الشفة للقاضي عياض، هو على طول عنده أحمد عن عبد الرزاق شيخه، عن معمر، عن قتادة، الأسناد هنا موجود، عن أنس. للأسف يا مشايخ صحيح لذاته الرجل، وكثير من المعاصرين للأسف يقع في هذا المأزق. لماذا؟ لأن درس أحمد إمام، وعبد الرزاق إمام، ومعمر إمام، من يعني ممن معمر المشايخ حقيقة نبهنا إلى هذه الفائدة، الإمام ابن عساكر في الدرجة المشايخ، إن الوحيد اللي له منقبة إنه أخذ من الستة الذين عليه مدار الإسناد، يعني أخذ من الزهري ويحيى بن أبي كثير وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، معمر، يعني وهذه منقبة ليست لغيره، جمع الستة اللي عليه مدارات الأسانيد. معمر تمام، قتادة من التابعين، أنس. لو هنحكم على الإسناد معزول هنصححه، إنما الإسناد هذا معلم ضعيف يا سيدنا. كيف؟ لأن معمر كما قال يحيى بن معين سيء الحفظ جدا لحديث قتادة، ونص الإمام الدارقطني وبيوت. فالعلاقات البينية بين الرواة كشفت أننا أسير على غير هدى في دراسة الإسناد. وهلما جرى بقى أعني مسألة التوثيق المقيد وتضعيف المقيد، فعدم مراعاة الباحث للعلاقات البينية إشكالية كبيرة جدا 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 جدا. واضح يا شيخ؟ فلابد أنني وأنا أبحث علاقة الراوي هذا بشيخ، سواء فيما يتعلق بمسألة الاختلاط، يرسل عنه، يكسر من الغرائب، لا يحتمل منه أن يتفرد بالإسناد عنه، في إشكالية في روايته، اعتمد على ضبط الكتاب وعنده في خلل، يعتمد على محفوظه ومخالف الأكثرين من أصحابه، كل هذا يشغل الباحث. ومن أجل ذلك كنا مشاكل إن علم الحديث والعلومنا تستغرق العمر، لأنه تحتاج إلى إتقان، إلى مزيد إتقان. وسبحان الله مشايخ حقيقة في العلوم الأخرى أنا وجدت بعض الناس، سواء فيما يتعلق بعلم التاريخ أو كذا، والعلوم الكيمياء وكذا، بعض زملائنا في مثل علوم جامعة الأزهر قد ينام في اليوم ساعتين يا مولانا الشيخ حمزة، لأنه هو كيميائي ما شاء الله ومن المعدودين عالميا، يعني ينام ينسى ما شاء الله، يستغرق ما شاء الله الوقت الدقيق من أجل إتقان علوم. فالعلوم يا مشايخ والحديث يحتاج وقت وطول زمان. علومنا يعني العربية، أصول الحديث، علوم القرآن وما يتعلق بعلوم الكل يحتاج إلى وقت يا مشايخ وطول زمان. فعلاقات البينية بين الرواة مهمة جدا. بعد ذلك يا مشايخ لاحظت هذا، بلاحظ بقى قضايا يا مشايخ
الاتصال والانقطاع اجماليا دي مهمه جدا. الاتصال والانقطاع يعني الراوي فلان ده سمع قد يكون مذكور في الاسانيد على سبيل الوهم، والباحث لا يراعي هل هو سمع لم يسمع، ولا يعلم بان بعض الائمه صنع كتبا كالبخاري في التاريخ الكبير من اجل هذه القضيه. يا سيدنا يعني لابد نعم مولانا لو ان هو مذكور في الاسناد روى عن فلان او مذكور في الاسناد على سبيل الوهم او على سبيل الخطا. فانت مساله الاتصال والانقطاع دي مهمه جدا 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 جدا، يعني ان شاء الله اصلا هنفردها في محاضره بمفردها وناتي بالكتب، ولكن مبدئيا يا مشايخ كناحيه اجماليه مساله الاتصال والانقطاع كتب النقد الكبيره اعني التاريخ الكبيره التواريخ الكبيره كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق لابن عساكر مهم من الكتب او من يعني اعني كتابين مهمين جدا في تحديد الاتصال والانقطاع. كتب المراسيل وعلى راسها اعني كتاب ابن ابي حاتم مراسيل، والمراسيل لأبي داود بتوعنا جدا بمسألة السماعات. كتب السؤالات يا مشايخ مهمة جدا، لأن بيبقى غالبها هل سمع من فلان لم يسمع، فلان سمع لا يسمع، تجد غالبها ما شاء الله توعنا جدا بمسألة الاتصال والانقطاع، لأن أنت قد تجد في الإسناد موجود ولكن لا يتأتي. بعد قضية الاتصال والانقطاع في نفس الحلقة مراعاة مسألة الإرسال لمشايخ، بعد ذلك مسألة التدليس. يا سيدنا وهل لابد أن نراعي كل هذا؟ نعم يا مولاي، من أجل أن تتشبه بأئمة النقد، هم مارسوا كل هذا سبحان الله، الرحلات كانت بأيديهم يا مشايخ. نحن الآن أمامك الشيوخ والسؤالات وأنت متكئ على ألكتك أمام التكييف ومعك اللابتوب، يا بعد ما بيننا وبينه. ولكن أبو حاتم الرازي أخذ هذا في القيافي في الفيافي والقفار وكاد أن يتعرض للموت كذا مرة. يا أخي يكفي أنه يعلم أنه يخشى قطاع الطرق، يعني تخيل أنت تطلب العلم وتخشى الموت. يا مشايخ لا تظنوا أن الرحلة معبدة، يا إما يخشى من قطاع الطرق أو أحد يأخذ يعني يتسور على ماله أو يفنى ويتيه في الصحراء. الإنسان عندما يسير بسيارته في وهو ذهب إلى مرسى مطروح أو مكان بعيد يقول يا ربي لو ليلا أخاف أن أذهب. فقلت رحمة الله على الأئمة، ونحن معنا سيارة وفي هواتف وفي كذا، كيف لأبي حاتم وهو يسير في القفار منفرد؟ ولا بقي بن مخلد الذي أتى من الأندلس الإمام أحمد وكان بمفرده ليست معه رفقة، يعني أبو حاتم كانت معه وكان معه عن رفقة، بقي ماذا يصنع وليس معه رفقة مأمونة؟ فمشايخ يعني مسألة التدليس إن شاء الله نتكلم عنها. قضايا الاختلاط ودي قضية يعني من القضايا الشائكة، لأن غالب الطلاب يتعامل معها بسهولة جدا رغم انها من الدقائق من القضايا العميقه. بعد ذلك مشايخ التوثيق المقيد. يا مشايخ اعكسوا كلمه التوثيق، التوثيق المقيد يا مشايخ رجل ضعيف والثقه بقيد، التضعيف المقيد ثقه ضعيفه بقيد. مشايخ هي قضيه عكسيه، التوثيق المقيد التضعيف المقيد، يعني ضعيف المقيد مشايخ نضعه في معمر ثقة ولكن ضعيف بقيد. معايا مشايخ؟ العكس مثلا أن يكون مثلا الراوي أصلا ضعيف وهو الثقة بقيد، يعني مثلا شريك النخعي، شريك النخعي راجح في حاله أنه صدوق له أوهام على بعض الناس بيضعفه، ولكن هذا الرجل في حاله هو من المقدمين جدا في أبي إسحاق السبيع، ده من الكبار فيه، أنه قال لزمت أبا إسحاق ألف غداة وكان ملازما له، لأنه هو الرابع بعد إسرائيل أعني حفيد أبي إسحاق السبيع. واضح يا مشايخ؟ فمراعاة مسألة التوثيق المقيد والضعيف المقيد، يعني الخماسية دي مهمة جدا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، جعلتهما واحدا يعني أو ست نقاط مهمة جدا، يعني
يعني بعد الترقيب بالإستاذ المدروس وتعيين الرواء والعلاقات البينية يا شيخ موسى نراعي كل هذه السداسية، صلوى الانقطاع، الإرسال، التدليس، الاختلاط، التوثيق المقيد، التضعيف المقيد، من أجل ضبط مسألة الإسناد، من أجل أن تقول والله أنا أحكم ومنهج أئمة النقد الحديث حقيقة. بهذا ما شاء الله تجد عندك وعي جدا بدراسة الأسانيد ويقربك جدا إلى 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 مسألة أن تأتي بحكم نقدي على الراوي ليس تقليدا أو يعني تعجلا. الخمسة يا مشايخ، النقطة الخامسة المهمة جدا تحرير، وأنا يعني هذا المصطلح من كيسنا، ولكن أفدته من صنيع سيدنا الشيخ ابن حجر في هدي السهل أو هدى السهل فصل التاسع، تحرير الترجمة. مولانا ألا يجزئ كل هذا؟ صلو انقطاع وتوثيق ومضاعف. نعم هنا دي آخر حاجة هتضبط لك المسألة. يعني إيه تحرير الترجمة؟ يعني الآن في توثيق إجمالي وفي جرح مفسر، في ناقد مثلا هنأخذ من قوليه ما يوافق النقاد. تحرير الترجمة يعني الذهاب في ضوء الدراسة إلى قول فصل في الراوي بالقرائن المدروسة. يعني يا مشايخ، يعني الآن أنا ذهبت إلى توثيق وجدت الشيخ الدراقطني قال ضعيف والنسائي أعلي رواية له، لابد أن أدفع هذا أو العكس. تحرير الترجمة أن أخلص في قول دقيق على الراوي يتوافر مع مجموع الأقوال، ثم بعد ذلك آتي بالدفوع النقدية لما ذهبت إليه. والشيخ ابن حجر علمنا هذا في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس، قال ومدار من وهاه على ثلاثة وذكر منها أخذ الجوائز والكذب والقول بقول الخوارج، وردها الشيخ ردا دقيقا كأنه أراد أن يعلم، لدرجة أنه اعتذر عن الإطالة فيه. فأنا الآن، ولكن هذا مشايخ كله قبل خلاصة حال الراوي. مشايخ بعض الطلاب يأتي بخلاصة حال الراوي ثم يقول وذلك لما يلي. لا يا مولانا، الخلاصة أمر نهائي، فليس بعد الخلاصة أن تأتي بحيثيات الخلاصة. لا، حيثيات هذه بعد مشايخ ما تقول مثلا موثقين ومضاعفين، وقد تقول لما فيه من أمور منها واحد اثنان ثلاثة، ثم بعد ذلك تسلم نهاية الترجمة إلى خلاصة حال الراوي. لا يتجاوز أسطر يعني ثلاثة سطرين أربعة، تصوغ ما يتعلق باختلاطي بعلاقتي بشيوخي العلاقات البينية، كل هذا تصوغه في ضوء الإسناد المدروس. واضح يا مشايخ؟ يعني إن شاء الله مثلا محاضرة أو سنتين يعني بإذن الله تعالى، ونعطيكم بعض التراجم العملية، نعطيكم ترجمة وإن شاء الله نأتي بالبروجيكتور ثم الكتب، والشيخ فلان نقول له أعرض أعرض من أجل التطبيق العملي، لأن هذا تصور أجمل منه التطبيق. ثم بعد ذلك تحرير اللي هو إيه الخلاصة في ضوء كل ما سبق. بهذا يا مشايخ ما شاء الله يعني تكون المراحل العملية لدراسة الإسناد من ألفه إلى ياء، أعني الإسناد المدروس، إنما الإسناد بمجموعة طرق تحتاج إلى دراسة إن شاء الله موجودة في الكتاب. بهذه الحيثية مشايخ تضبط مسألة أعني دراسة الأسانيد ضبط دقيق. طبعا مشايخ بنات الباحث أو الباحثة عندها هيبة من الكتب دي للأسف، ونحن يعني جربنا هذا من قبل، مسألة الهيبة، الهيبة من كتب السؤالات، من كتب مثلا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، من كتاب التاريخ الكبير، أن لي أن أقرأ هذه الكتب. يا أبنائي، إذا لم ننشغل نحن بدراسة ومدرسة هذه الكتب، فمن ينشغل؟ هل مثلا البعيد جدا عن علومنا، هل مثلا متخصص في باب آخر؟ فهذا هو الباب يا مشايخ حقيقة لضبط هذه الإشكاليات. طبعا الكتب يا مشايخ لا تأتي دفعة، مسألة الكتب
لا تأتي دفعة واحدة، بل بالمراس يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، ما شاء الله يفتح الله عليك ويصبح لك ألفة مع الكتب. يعني تقرأ التاريخ الكبير بطريقة عالية جدا، والهيبة أزيلت من قلبك، الهيبة من كتب التراث. تقرأ في الكامل وعندك وعي، لأن بعض الطلاب، أظن الغالب من الطلاب عنده هيبة حقيقة. بعض الطلاب قال لي هذا، كثيرا من الطلاب قال لي أنا عندي هيبة من الكامل، كيف أقرأ المجروحين ابن حبان وأن لي به، أو تاريخ دمشق، حتى بعض التراجم كيف أعيها، خاصة لما كنت راجل مطولة. يقول لي أنا في أول ترجمة كنت مستيقظ، لما ختمت الترجمة نمت. لماذا يا مشايخ؟ لأنه هو عنده هيبة، طالب عنده هيبة من التراث، عنده هيبة من النقد، عنده هيبة من كتبنا. الهيبة تزول بالممارسة، بالقراءة. إنما أنا متكئ على أريكتي وأقول عندي هيبة، خلاص تظل قائمة في عقلك وقلبك. فالشيء لا يزال إلا بالممارسة يا مشايخ، إلا بالممارسة التطبيقية، القراءة. لا أفهم والله إيه منهجية الشيخ ابن عدي، لماذا يأتي هنا، ولماذا يستقر، ولماذا أتى بهذه الرواية، ولماذا قدم هنا. كل هذا يكون في خلدك، ما شاء الله يصنع لك ارتقاء منهجي ومعرفي في هذا الباب، لأن سيسلم لغيره. قل يا بني لو لك سؤال. يعني في الكلام عن العلاقة البينية بين الرواة، هل لازم أبين كل علاقة بين الرواة في الإسناد؟ ولا عند الحاجة؟ لا لا، أنت بتصنعها كإجمالية، لأنها تحتاج بعد ذلك بأسانيد، خاصة طلاب الماجستير والدكتوراه لما بيحكم على أسانيد وبيعرف مثلا أن مثلا أبو إسحاق السبيعي حاله في الشيوخ وكذا، هيأتيك أبو إسحاق مرة ثانية، فأنت عندك خلفية تغذية رجعية أن أبو إسحاق حاله في الشيوخ وكذا، هتأخذ منها الخيط فقط. انما لو انك صنعت ان كل الراوي معزول، هتحتاج كل مره تحرر الترجمه. انما لا يا ابنائي، نصيحه من خلال الخبره، الترجمه انا اخذها كما يقول بعض الشيوخ قطع، يعني قطع ايه؟ يعني اجهز عليها كل ما يتعلق بها، اولا اول ما تاتيك اول مره، كل ما يتعلق بها، ومن علاقات بينيه، ومن توثيق مقيد، وحاله في الشيوخ، والشيخ هذا أكثر عنه وأوثق الناس في كذا، ورتبته في الشيوخ بعينين، كل هذا تبينه. طب يا سيدنا هذا يأخذ مني 3 صفحات أو صفحين، لا بأس في الأول، بعد ذلك هتشير إليه بس، هتقول كما تقدم أن مثلا معمر مضاعف في فلان، كما تقدم، خلاص. فلابد، إنما لو لم تصنع هذا كل مرة هتحاول تحرر العلاقات البينية. إنما لو أنك حررت العلاقات البينية إجماليا، أو أول ما تأتي لك الترجمة في أول أمر، هتجد ما شاء الله بعد ذلك تجد الأسانيد ما شاء الله تسير فيها كالسهل، بخلاف لو أنك أتحت ما علاقة هذا الراوي بكذا. أنا مبين بأبنته في غالب شيوخي، ومثلا لما ذهب إلى البصرة، ولما ذهب إلى هنا، ولما الرحلة الأولى والرحلة الثانية، وحاله في فلان، ومثلا بمكة كان كذا، كما مثلا عبد الرزاق في حديثه عن سفيان الثوري، لما أبين حديثه عن سفيان، هيأتيني بعد ذلك عن سفيان عارف أنه هو بمكة ولا في اليمن، كل هذا أبينه في الأول فقط يا مشايخ. لا يعني بعض الطلاب ممكن يستصع بهذا ما أقوله الآن، لا ده هي أول مرة، عندما تضبط المسألة هتجد ما شاء الله يعني يظهر لك هذا جليا في إتقان أعني التراجم ودراسة الأسانيد. لا يظن أحد أن الرسالة ستطول أو البحث، لا، يعني خاصة المشاهير كمعمر وسفيان الثوري وأبو إسحاق وكذا وكذا، لو صنعت 50 راويا هيجد كله بعد ذلك سبق، هتجد ما شاء الله الإسناد خلاص أصبحت أو ترجمت له كاملة. بس الشريطة أن تتقن كل راوي، ويكون هذا عندك كأرشيف عندك ما شاء الله تستعين به في أبحاثي، خاصة إذا كان محررا. ولا بأس يا مشايخ، حتى لكل أحد أن القول فصل، ممكن من خلالك قراءاتك تغير الحب درجة على الرب، ومن خلال بحثك كاستقراء لمرويات مسلك تقول والله أنا ذهبت إلى كذا، ولكن والله خاصة في محمد بن إسحاق أنا سأغير.
إنما إذا لم تغير فاعلم أنك يعني عندك إشكالية، لأنك يعني ما في تبديد. واضح يا شيخ؟ فلا بأس. لدرجة الدكتور عبد الرضا فوق النموذج قال أنا لا أرضى عن رسالتي، ولو عدت الآن أنا ما أطيق أن أراها، لأن هو ليرضى كلية، رغم أن كان في أنذاك يعني فاكهة الصيف في الشتاء. أنذاك 1417، لأنها كانت باكورة إنتاج حديث نبني في العلم، ويعني إيه قرائن ويعني إيه أسانيد، ما كان هذا بهذه الآلية موجود. الآن الشيخ يقول لك والله كيف أنا نفس النظام، في استحالة أعطي أحد مثلا عمل في الماجستير، لا لشيء، كان ده مرحلة، لأن بعض القضايا ما كنا مراعيها. الآن لا كيف أنا أصنع هذا مع التراكم الشيخ؟ فلا بأس يعني، حتى بتقارن المستوى، المانع يعني حتى تترجم وتخليها عندك كأرشيف في رسالة الدكتوراه، تقول والله لا ده في خلل هنا، ده في كذا، ده يحتاج إلى إعادة النظر في مروياته، لا ده كلام ابن عدي المراد به هنا، ده هذا القول على محمل التعديل وليس الذم كما فهمت. كل هذا ما شاء الله ينضبط في عقلك فتترقى في أعني تقويم والاستفادة من ملك الحديث. واضح يا شيخ؟ ده المراحل العملية لدراسة الأسانيد كصيروة إجمالي. بعد ذلك إن شاء الله كل هذا سنفصل فيه، كل اتصال والانقطاع ده محاضرة، والإرسال والتدليس والإخلاص تفصيلا بالكتب بكل ما يتعلق بالقضاء، يعني لا يخشى أحد من شيء. كل مسألة سنفصلها في محاضرات كاملة تطبيقيا إن شاء الله، يعني بعد فترة أنا أتي بالبروجكت مباشرة. ماشي يا حمزة؟ إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. نعود إلى الكتاب يا مشايخ. وقفنا عند الصحيفة رقم أهمية الإسناد. تمام يا موسى؟ اقرأ يا موسى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما امين. قال المؤلف شيخنا فضيلة المحدث الاستاذ الدكتور سامي عبد الله حفظه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين امين. اهمية الاسناد وبيان انه خصيصة لهذه الامة وفوائد علم دراسة الاسانيد. لقد اكرم الله تعالى هذه الامة الاسلامية المحمدية بخصائص كثيرة ومزايا وفيرة، منها ما يتعلق بذات الشريعة المطهرة وألوان العبادات والمعاملات والطاعات، ومنها ما يتعلق بخدمة الشريعة. طبعا يا مشايخ، من حفظ الله للأمة أن حفظ الله عليها، أعني الأدلة وفهوم الأدلة. يعني بعض الأمم لا عندها لا الدليل ولا فهم الدليل، أعني من خلال علوم السنة وعلوم أصول الفقه وما يتعلق به علاقة الفهوم. يعني الأمة صححة لها في الأدلة وفي الفهوم سبحان الله، ومع ذلك نختلف ويحدث ما يحدث. يعني أنا أتخيل إذا لم نحفظ أو الأمة لم تكن محفوظة في هاتين كيف كان الحال؟ فلله الأمر. واضح يا مشايخ؟ فحفظت الأمة أعني في علومها من جهة أدلتها ومن جهة ضبط الأدلة، يعني ليس الأدلة فقط. وكما يقول بعض علمائنا ان فعلا علم الحديث وما يتعلق به وعلم اصول الفقه لم ينشا في غرار امه سبقت ولم تلي، لان نحن الامه الخاتمه. واضح يا مشايخ؟ ده حاجه يعني من عبقريه الامه الاسلاميه ومن عبقريه المنهج ومن علوم الوحي ومن معين الحفظ الالهي لدائره الوحي الشريف. اقرا مولاه. ومنها ما يتعلق بخدمة الشريعة ونقلها وتبليغها وتدوينها وضبطها وحفظها. ومن أهم هذه الخصائص للأمة المحمدية خصيصة الإسناد في تبليغ الشريعة المطهرة من السلف إلى الخلف، فقد كان الإسناد الشرط الأول في كل علم منقول فيها حتى في الكلمة الواحدة، وتفوق في تعلمها وتعليمها، وعد تعليم هذا العلم وطلبه وتحصيله من مفاخر الحضارة الإسلامية. طبعا مشايخ وصلنا إلى قول الإمام الشافعي وسيدنا شعبة لو كنا بالإجازة أو لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. يعني لا يفهم منه أن عدم صحة الإجازة، ولكن كما يعني منهج شعبة النقدي إن لابد من مشافاة أهل العلم، وأن كانت الأمة
في عافية من أمرها ويذهبون ويعني يستعجبون المشاق في طلب الحديث والرحلة الطويلة، لدرجة أن أبا حاتم الرازي يقول عددت 5000 فرسخ، يعني مشايخ حوالي 5000 كيلو سير على قدم، وبعد ذلك تركت العد. كان يعد بال يعني بالفراسخ، واضح يا مشايخ؟ لما بلغ 5000 كيلو قال لا ماذا أصنع، العملية تطول والله ولن أعد لأنه مل من العد، فرحلة طويلة وشاقة. وكان أبو حاتم يعني القرن بداية الآخر القرن الثاني مع اللي هو متوفى سنة 277، يعني كنا إلى القرن الثالث أو القرن بداية القرن الرابع الأمة في عافية، يعني تنافس شديد لدرجة كنا نطلب الحديث ألوفا، والأعمش كنا نطلب الحديث 4000، وقول سلمان بن حرب يعني في عافية الأمة. وإن حتى كان بعض البلاة يعني له عناية بالأسانيد وتقرأ عليه الكتب، فيعني ده كان يعني تصور عصر الرواية مهم جدا، يعني ان الرحلة والطالب اول ما يعني ولد عنده شغف بالرحلة. ومنهم ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن اول ما انتهى من القرآن بالقراءات مباشرة يخرج ويستأذن من ابيه، واتى الى مصر ثم عاد الى ابيه، كان الولد الوحيد لابي حاتم، واضح يا مشايخ؟ فتصور مسألة الرحلة والنفق والمعاناة والبذل، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، كما الآن يا مشايخ حقيقة يعني لما بقرأ في سير بعض يعني كرجل مشتغل بالفن أو بالموسيقى أو كذا، ومدى صبري وجلدي، بل بعض المؤرخين المعاصرين وهو أستاذ في جامعة هارفارد مثلا بيكتب مثلا كتاب في تاريخ أسرة محمد علي في مصر، بيحوج هذا إلى مراجعة كل الوثائق الموجودة عن هذه الفترة، شيء عجيب يا مشايخ حقيقة، أعجبني هذا وأنا يعني أشيد له بحفاوة مع اختلاف بعض الدقائق، ولكن هو يراجع كل ما قيل لدرجة كل وريقة حتى مما لا تتخيل، سواء مثلا علاقة الجندي برئيسه، علاقة الطبيب بالممرض، كل هذا يرصده لدرجة يقول ظللت 10 أعوام كاملة نصا يراجع هذه الوثائق، موجود يعني معاصر، حتى لو يقول أحد أنا الشيخ الدكتور عمال يتكلم عن أبي حاتم يا مولانا الكومات قد خلت لها مكس، لا يا مولانا معاصرين، معاصر في التاريخ لأستاذ في جامعة هارفارد المانية، وهكذا أنا لو عندي نماذج كثيرة خارج علومنا وتفنن وإتقان غير عادي. فمن أجل هذا سبحان الله فالإنسان على حسب ما يرغب يا مشايخ، يعني بعض الناس قد يستغرب عناية المحدثين هذه العناية العظمى والوثائق هذه الشديدة، سواء في مثلا تاريخ دمشق يربو على سمينة مجلدا، يا مع إن قلة أدوات الكتابة وعدم. الآن لو الطالب قلت له أنا أكلفك بكتابة 5 صفحات يقول لك والله لن أكمل في الدراسات العليا يا أخي، 5 ورقات فقط. بل الآن لو أنا كلفت حقيقة غالب من أمامي قلت له والله هتكتب هذا الكتاب يقول لي والله يذهب إلى الجحيم يا دكتور. لماذا؟ لأنه لم يعتاد على الكتابة، واضح يا مشايخ؟ يعني لم يعتاد على لدرجة أنا والله صح أوراق أمس للطالبات والطلاب لا أستطيع أن أقرأ الخط، يعني أقرأ خط ابن حجر لا أستطيع قراءة هذا الخط، لدرجة أقول يا ربي حتى يعني أفهم لو أعرف أتواصل مع الطالب أو الطالبة، يعني الخط لا يقرأ حقيقة، ومع عدم إتقاني في تضييق في الخطوط. لب يا أخي أمامك حوالي 16 صفحة كاتب الإجابة كلها في ورقة واحدة يا موسى. فيا مشايخ حقيقة إن فرع تصور علوم السنة هيفيدنا جدا في ضبط علومنا وفي المفخرة بعلومنا، ولا نقف عند الفخر والاعتزاز، بل لابد أن يكون لنا إسهامات فيها،
لأن كما يقول مولانا الدكتور أكرم ضياء العمري أو العمري على ضبط حفظه الله وأدام النفع بفضيلته، إن يعني مسألة الوقوف عند مآسر السابقين والمفاخر ده شيء جيد طبعا أن نكون عندنا وعي بعلوم الأمة ومفاخرة في العالمين، ولكن أن نقف عند هذا القدر ده إشكالية في العقل المعاصر. وقال يعني رصد حالة أن مثلا بعد الشيخ ابن حجر كأن العقل الحديث توقف ولا زلنا على الشيخ إلى الآن إلى 1444، وسنختمها يعني كل عام وأنتم بخير 45 بعد أيام. واضح يا مشايخ؟ فهذا يدلل أن لا يكفي أن نقول كنا وكان عندنا، أين هذه العلوم وتأثيرها في المناهج، وأن نقول والله علومنا كذا وأننا وصلنا إلى أعلى. يعني سبحان الله علوم مكتملة، ما نحتاج لمؤرخ أن يقول والله تحتاجون إلى كذا، أو البنيوية أو التفكيكية أو الدراسات المعاصرة، ما نحتاج حقيقة ولا أي شيء. وأنا أقول هذا على سبيل المدرسة، لا لا ليس تعصبا يعني، لأن فعلا هذه الشهادات اللي رصدت من المحدثين سواء في مراحل حتى الراوي وفي الوقت في التاريخ، يعني كان شهر كذا وكان عنده تغير في شهر في خواتيم العام استحكم الاختلاط، يعني حتى رصد الأشهر ده شيء دقيق جدا، ما رأينا هذا في تاريخ أمة، إن بيرصدوا الرواة بالتاريخ يا مشايخ إن في كذا. يعني مثلا سعيد النبي عبد هتجد ضبط جدا إن هو من خواتيم 42 و100 وبداية 43 تغير إلى خواتيم سنة 1147، ثم في خواتيم 47 يعني أقول من مثلا من ذي القعدة وذي الحجة استحكم اختلاطه إلى وفاتي 56 و100، رصد عجيب جدا. والجرير وغيره يعني رصد ظاهرة الاختلاط ده شيء دقيق للأمة، ما رأينا مثله. لا يأتيني بكتاب معاصر في التاريخ يصنع، حتى في تاريخ الملوك، يعني شخصية الملوك يا مشايخ ممن يحتفى لأنه ده ملك أو رئيس الأمة، تخيل ده رجل عادي يعني راوي من الرواة بمصالحنا المعاصر، ورصد دقيق جدا لتغيره واختلاطه ومرحله وملاحظة الفوارق العمرية وكيف، هل استحكم، هل تغير هنا، هل هنا ما زال عنده مسألة ضبط العقل. وطبعا لما يحيى بن معين يكون مشغول جدا ويلاحظ هذا، لما يجد محدث خلاص أوشك أن يستحكم الاختلاط يذهب أو يوصي الأبناء بعدم إدخال أحد على أبي، ما هذا يا ابن معين رضي الله عنك، يقول لك حتى لا أفسد حديث هذا بقى. يا ربي، بل أدق من هذا إن بنت ابنة قرة بن حبيب الراوي المعروف يذهب أبو حاتم الراز وأبو زرعة وهما إمامان كبيران، وكان له ولد اسمه علي، وخرج لحاجة، فكان قرة أراد أن يخرج إلى الإمامين لأن أبو حاتم وأبا زرعة إما الكبار، فمنعت البنت أعني الوالد أن يخرج، ده أمر صعب جدا في الأمة وقد يكون من العقوب، وقالت له يا أبتي إني أخشى أن يفسد عليك الحديث. فحاجة من اثنين، ألا تلقاهم أو تنتظر يعني علي، لأن علي يعرف مرويات أبي وده كذا وده كذا. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة يجلسان على الباب ينتظران علي، وما أدخل البنت هذه ما أدخلت أحد على أبيها. كان أبو زرعة كلما يتذكر هذا يضحك ويقول وعجبت من صرامتها وحفظها لحديث أبيها. شوف الأمة مشغولة بإيه يعني، تصور هذا، فلا يتأدى لأحد إذا كانت البنت في خدرها مشغولة بحديث أبيها، وتعرف أن أبا زرعة قد يلقنون وأبا حاتم يلقنان أعني الأب، فقد يفسدون عليه الحديث. فهذا يدل على وعي الأمة في مسألة الرواية، وأن كانت يعني التحمت في ثقافتي لأن كانت علوم الوحي من أجل حفظ العبادات والمعاملات، بخلاف الآن يعني مسألة الإجازة ومسألة، فلابد من مراعاة التصور العصري، مهم جدا. وتصور العصري يحتاج كتابات دقيقة
ليست كتابات نقلية. وأنا أقول إن العناية بالكتب المؤسسة أعني من أقوال أيوب السختياني وقبله محمد بن سيرين إلى الدارقطني مهم جدا دراسة مراجع ومصادر هذه الفترة، لأن غالبه الغالب من الباحثين عنده تصور يعني نقول عن هذه الفترة، إنما هو ليست له وعي حقيقي بهذه الفترة، لا يعرفها، كلها قد تكون مقولات غير مؤسسة وغير كاشفة، بخلاف لو له وعي بهذه، لأنه هذه الكتب مؤسسة عن التاريخ الكبير جرح وتعديل إلى آخر ذلك وكتب السؤالات. اقرأ مولانا. وتفوق في تعلمه وتعليمه وعمد تعليم هذا العلم وطلبه وتحصيله من مفاخر الحضارة الإسلامية. ولقد عرف أئمة الحديث الأوائل فضل الإسناد فحرصوا عليه ورحلوا من أجله واعتبروه جزءا من الدين. ولذا قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل عمن بقي أي بقي ساكتا منقطعا. عبد الله بن المبارك هذا مشايخ يعني علمنا أيضا بدقة علوم الحديث، إن تصور الراوي بمعزل عن مروياته، كان يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن ألقى أعني عبد الله بن محرر لاخترت لقاءه ثم أدخل الجنة. ده حاجة عجيبة، ده ابن المبارك إمام الورع والزهد رضي الله تعالى عنه. فلما وجدته كان البعر أحب إلي منه، بعر روس البهائم أعزكم الله. وهذا دليل إن مسألة إن حتى أهل الحديث فصلوا بين مسألة العبادة والزهد وبين الدين وبين الحديث، لدرجة إن مالك مثلا قد يكون 70 ممن يؤتمن على كل شيء إلا حديث، إلا الحديث لعدم وعي به. واضح مشايخ؟ فده مهمة للأمة، اللي هي مسألة توثيق الإسلام. يقرأ مولانا. قال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم. يعني هذه فائدة علوم السنة يا مشايخ، يعني لا يقول أحد إن والله الأسانيد، لأن بعض الناس ما يكون متصور الأسانيد خاصة المعاصرين من العلمانيين والحداثيين، فيقول الأسانيد صعبة جدا يا مولانا تحفظ، وكيف وأن تحفظ بهذه الآلاف عشرات الآلاف من الأسانيد. هو عنده خلل إن بيظن إن المحدث بيحفظ كل هذه الأسانيد دفعة واحدة. استحالة يا مشايخ، استحالة عقلية، حتى لو كان من أتقى الناس في الحفظ. بل شعبة، وهو من هو الذي المتفرغ لهذا الشأن، شعبة بن الحجاج، كان يذهب إلى شيخ قتادة، وقتادة يا إما أعني روايتين أو ثلاث. قتادة يحب شعبة، فكان يحتاج أن يزيد، يقول: لا يا سيدي حتى أحفظ. في اليوم، تخيل يوم كامل، حوالي 4 أسطر يا حمزة أو 5. صعب جدا المناعة شعبة يحفظه. هو يقيس على عصر، على رأي بعض أساتذتنا، قد رجل قد يطعم في الإفطار، تذهب إلى الغداء يقول لك: والله ما نسيت ما أكلته في الإفطار. فبيقيس. إنما هؤلاء كانت مسألة الحفظ، لأنه ما كان عندهم أدوات للتوثيق إلا هذه الذاكرة. ثم لما ضعف ودخلت العجمة وكذا وانتشرت الأدوات الكتابية، كان مقولة الإمام علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل، رغم أنه أكبر من أحمد، أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا يعني أكتب إلا من كتاب. وقال أحمد: حدثنا أقوام من حفظهم وأقوام من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أضبط. واضح مشايخ؟ فهذا يعني يبين مدى العناية بهذا. فيعني مسألة الحفظ. الأمر الثاني مشايخ، إن الشيخ يعني مثلا سفيان الثوري أو شعبة، شيوخ معروف، يعني بيذهب إلى شيخ مثلا في اليمن أو في كذا أو كذا، يحفظ حديثه بيظل عنده 2 أو 3. صعب جدا. يعني أنا حتى كناحية معاصرة، لو أن شيخ من شيوخي عنده كتاب مثلا وهو يكون في البحيرة أو في محافظة، وذهبت وظللت معه 6 أشهر، ألا يجزي هذا في ضبط هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ؟ ده كناحية معاصرة، ده بالعكس، ده ممكن تستكسرون هذه المدة، يا شيخ ده كان شهر يجزي. فتخيل مثلا بعضهم يذهب إلى حديث راوي ويظل عنده 8 أشهر أو سنة كاملة من أجل ضبط إسناده، مثلا 40 رواية سنة كاملة، صعب جدا يا مشايخ.
خاصة الأسانيد في يعني مثلا عند سفيان ثنائية، وعند أبو إسحاق السبيعي اللي هم مدارات الأسانيد ثنائية. بعد ذلك وصلنا إلى مالك ثنائيات، والبخاري والكتب الستة رباعيات غالبها يا مشايخ، وتزيد في الخماسي. ده وصلنا إلى القرن الثالث، إلى القرن الرابع 303 اللي هو الإمام النسائي. أدي الكتب الستة مشايخ والدارين، كتب التسعة. يعني بعض الناس عنده عدم تصور، يظن كيف حفظ الأسانيد. يا سيدي ثنائيات، ثلاثيات الدارمي أكثر من ثلاثيات البخاري. إمام الدارمي 255، يعني بينه شيخه والتابعي والصحابي. صعب يا مولانا أحفظ هذا الإسناد، خاصة أنك ذهبت إلى شيخك وظلت عنده مديدة أو مدة. فهذا أمر مهم جدا يا مشايخ، تصور عصر. لأن أما حد يقول لك الأسانيد وإسناد بالعشر، قول له الأصل فين؟ الأصل لما استقرت السنة، ودون السنة كان إما ثنائي يليه ثلاثي رباعيات، مسلم والبخاري وأعني أبا داود وابن ماجة، كله غالبه إما رباعي أو خماسي. ده غالب الكتب. واضح إحنا شايف، فتصور سهل جدا. فسهل جدا إن مثلا أبو داود اللي هو متوفى 275 يحفظ أسانيد شيوخه، ثم شيخ وشيخين كمان التابعي، ويصل إلى الصحابي. وخاصة في نقطة إن المحدث حافظ كل هذا على غرار كل رحلته 40 سنة 50 سنة. يعني 40 سنة مشايخ، يصعب علينا المحدث يحفظ 3000 حديث؟ 40 سنة مشايخ أو 30 عام، صح؟ لا، نحن الطالب الآن ممكن لو طالب متفرغ في عام يحفظ 3000 حديث، خاصة مع قوة المحفوظ، مع عدم وجود الصوارف. واضح يا مشايخ، فأمر مهم جدا تصور عصر الرواية، لأن عدم التصور بيوقعنا نحن كباحثين في إشكالات. اقرأ يا مولانا. فروايتهم ذلك للمعرفة. نعم. تبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، والإسناد في أصله خصيص. لدرجة وصلوا يا مشايخ إلى كتابة أحاديث الكذابين والهلكة. يا سيدنا يحيى بن معين كان يكفي يا أخي حديث الثقات. ده أمر صعب وعدم وجود أدوات الكتابة. قال: كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور، يعني أتينا بهذا الورق ورميناه في الفرن وأنضجنا به وأكلنا به خبزا مضيجا. وهذا دليل على كثرته، إن يكتب عن حتى ليقول أحد إن ده حديث فلان، يقول له إحنا كتبنا كل هذا. وهذا من تدينهم بعلومهم رضي الله تعالى عنه. اقرأ يا مولانا. فالإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. قال محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاء به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرف الأحفظ فالأحفظ والأبط فالأبط. طبعا المشايخ الأحفظ فالأحفظ مراتب طبقات أصحاب الرواة، يعني المكثرين وأصحابهم، لأن يعني باب العلل قائم على هذا الأمر. إن مراتب أصحاب أبي إسحاق السبيعي، يحيى بن أبي كثير، قتادة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وكيع، كل هذه المراتب عندنا لا توجد في غير أمة الإسلام. إن أنا عارف أصحاب سفيان ومن المقدم منهم. يا مولانا نحن من المقدم من أصحاب يحيى بن أبي كثير، وكيف ضبط هذا وهذا يقدم وهذا. ده دقة ما بعدها دقة. اقرأ يا مولانا. والأطبط فالأطبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة. نعم. ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر، من 20 وجها وأكثر، حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة. فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه. طبعا الشيخ لما تأتي تكلم مستشرق أو معاصر منهج حداثي،
هو يود أن يفصل مسألة الوحي. لا، الأمة أعني في علومها كانت مسألة الدين ووحي لا تنفك عنه. فيعني الإشكالية في النموذج المعرفي إن هو المعاصر منفصل عن مسألة الوحي، ما عنده أصل مسألة الوحي، هو بيصنع، إنما لأنه حتى بيستغرب هذه الجهود، إنما لو أدخل دائرة الوحي ما استغرب إن هو هيلقى الله والدار الآخرة بهذا، بهذه الحيثية، كل هذه الرحلة، بدليل أن بعضهم قد يهلك من أجل أن يحفظ الكتب. وكان منهم أبو سليمان بن داود الشذكوني لما كان في رحلته وأتى سيل يعني كبير وكان في منتصف الصحراء، فماذا يصنع الرجل؟ هل هو ويستطيع أن يلجأ إلى كهف أو مغارة؟ فسبحانه وظل المطر وكان معه يعني حمل بعيد من الكتب، الكتب يحملها معه، فماذا يصنع؟ فإذا به ينخلع من ثيابه حتى يعني يخفف الغلواء إفساد الكتب الجلود وكذا، وماذا بقيت يعني بعض الكتب، فإذا به يجعل من ظهره ساترا بينه وبين الماء والكتب. قال ظللت على هذا حتى هدأ المطر، ظللت على هذا حتى هدأ المطر. ده شيء عجيب، يعني شيء عجيب من الأمة، إن الرجل من أجل أن يحفظ، يعني ده شيء لا يوجد إلا في أمتنا حقيقة، لأنه فرع تدينه بهذا العلم وعلوم الوحي الشريف، وأن هذا الكتاب يعني أو الكتب عموما ده مسألة تدين، إنما النموذج المعرفي للآخر هو ما عنده هذه المسألة، فأنت تناقشه من تفصل النقاط الرئيسة، تناقشه في الكل لا الجزئيات، إن هو أصلا ما عنده أصلا آلية إيمان بالوحي، قضية الوحي هو بمعزل عنها، وبذلك يعني إيه تستقيم المناظرة والمناقشة بدلا من أن تناقشه في الجزئيات، لأن الإشكالية إن غالبا يناظر في يظهر حديث البخاري، ده حديث القردة، حديث كذا، أنا أقول هذا من السخف، لا 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 قيمة له، لأنه أصلا نناقشه في النموذج المعرفي في الأصل. حتى قالوا عندنا قيل ضربة على الجزر أفضل من 100,000 ضربة على الأغصان، اضرب على الجذور الكل، واضح يا شيخ؟ اقرأ يا مولانا. لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، فالحمد لله على ما وفقنا. وقال إسحاق بن راهوية: كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن الحديث فذكرته بلا إسناد سألني عن إسناده ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني. الزمني هم الضعاف الذين نعم. فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل للأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. طبعا يا مشايخ، حيثية أن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة وهي أمة الشهادة على العالمين، يعني ده من لوازم يعني الحفظ الإلهي، لأنه يعني تخيلوا إذا لم تحفظ هذه الأمة في علومها ولا في وحيها، وهي الأمة الخاتمة، لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا نصنع؟ فده من جراء الوعد الإلهي بالحفظ، لأن الأمم من قبلنا بما استحفظوا، ولكن ربنا هو الذي حفظ. واضح يا شيخ؟ اقرأ مولانا. قال ابن حجر: ولكون الإسناد يؤنم به الموضوع من غيره كانت معرفته من فروض الكفاية. وكما ذكرنا فحقيقة الإسناد قائمة ومبنية على معنى الاتصال والتعلق به سبحانه، كما شرح ذلك الإمام أبو حمزة السكري حين سأله بعض طلبة العلم عن معنى التمسك بالأثر، فقال: هل تدري ما الأثر؟ أن أحدثك بالشيء فتعمل به، فيقال لك يوم القيامة: من أمرك بهذا؟ فتقول أبو حمزة، فيجاء بي فيقال: إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذا، فإن قلت نعم خلي عنك، ويقال لي: من أين قلت هذا؟ فأقول: قال لي الأعمش، فيسأل الأعمش فإذا قال نعم خلي عني، ويقال للأعمش: من أين قلت؟ فيقول: قال لي إبراهيم، فيسأل إبراهيم فإن قال نعم خلي عن الأعمش وأخذ إبراهيم، فيقال له: من أين قلت؟ فيقول: قال لي علقمة،
فيسأل عن قمة فإذا قال نعم خل عن إبراهيم ويقال له من أين قلت فيقول قال لي عبد الله بن مسعود من قال لي عبد الله بن مسعود من أين قلت قال فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال نعم خل عن ابن مسعود فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال لي جبريل حتى ينتهي إلى الرب تبارك وتعالى فهذا الأثر. نعم سبحان الله. وفضيلة تعلم هذا العلم خصت بالتصنيف والتأليف في أكثر من كتاب وأشهرها شرف أصحاب الحديث والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وكلا الكتابين للخطيب البغدادي فضلا عما ذكر من ذلك عرضا في كتب علوم الحديث وأداب المتعلمين وكتب التراجم مما يقطع جميعه بفضل تعلمه والتزام تحصيله وتحمله على مر الزمان والأحيان. يقول العلامة السيد عبد الحي الكتاني في معرض حديثه عن عظم محفوظ علماء الحديث وسعة تآليفهم فهذه أمور لا يفقهها كل الفقه إلا من ذاقها ذوقا جيدا وعرف تواخل الفن وحقق كيف قصر خدام السنة أمرهم على تقييد شواردها والتفكر في متشابه. طبعا المشايخ عندنا أعني أبا حاتم إلى أن يلقى الله تعالى لما بيسأل عن عقبة بن عبد الغافر من ولد هو صحابي أم تابعي فلم يفهم ولده فقال بل هو تابعي كان آخر كلمة قالها يعني ده شيء عجيب جدا الأمة إلى أن هو مجهول طيلة عمري بهذا لم يلزم لم ينشغل بشيء إلا, إلا, إلا تحقيق هذا المراد رحمة الله وصحبه عليه. اقرأ مولا. والجمع بين متعارضها وكيف امتزج أهل هذا الشأن بالسنة امتزاج اللحم بالعظم فإذا ناموا وهم فيها يفكرون وإذا استيقظوا. طبعا عندنا الإمام أعني أبا الحسن الصغاني من علماء القرن السابع 650 الذي حافظ يعني لنا أصل الفرابري وأصل إبراهيم بن معقل النسفي في النسخة الصغانية يلقى سيدنا رسول الله في الرؤية فكان كل ما يشغله حديث أنس ما مسست دباجا ولا كفا أليل من كف رسول الله فيود أن يتحقق من هذا الرؤية يعني انشغال غير عادي لدرجة أن بعضهم وأنا قرأته على طرة بعض المخطوطات كان مشغول النبي كيف كان يأكل البطيخ لو أنه مقطع كيف كان فشغل جدا فبعض يعني لدرجة أن هو يسأل النبي في هذا فكان مثلا مسألة شقة البطيخ المشايخ النبي يأكل يعني لو يعني تصور الأمر يعني أن يأكل من اليمين ثم يجعل اليسار يمينا فكلا يعني الجهتين تكونان من جهة اليمين فلدرجة أن انشغال لأن المشايخ مسألة الانقطاع المعرفي ومسألة السلوك وعلوم التزكية والتأدب بأداب القوم ده شيء يعني شيء للأسف يعني حرمنا منه إن معايشة مع الشيخ وعلوم التزكية والسلوك ده كان أمر إن بيظلوا المدارس والأربطة ومثلا الأربطة الصوفية وخنقاء سعيد السعدة والخنقوات والمدارس أنا ذاك وكان معهم الأستاذ والمربي ومع الطلاب وانشغالهم بالعلم ده شيء لا يتخيل حقيقة لا يتخيل كيف كان يعني إفناء العمر وفي طلب العلم وتعلمه والتأدب بأدابه ده شيء يعني لا يوجد إلا في أمة الإسلام ونحتاج مشايخ إلى العناية بكتب التراجم لأن يعني كما يقول مولانا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمات الله وصحبه عليه سواء في كتابي الكبيرين الجليلين قيمة الزمن وصفحات مصابر العلماء ان ده حاجه عجيبه للامه ان هم مساله الوعي بالتراجم للاسف بعض الطلاب لما بنقول له اقرا مثلا سير عالم النبلاء او بعض الكتب بيظن ان احنا يقرا من اجل القراءه لا ده هذه سير القوم واداب القوم وكيف وصلوا الى هذا وكيف وصلت لنا هذه العلوم ده شيء عجيب فعندما تقرا في كتب التراجم لا تكن بمعزل وانك تقرا للتسليه او لا ده اداب القوم بل هي أفضل ما يثبت لك مسألة التعلم يعني يشحذ الهمم كتب التراجم مما تشحذ الهمم وأنا يعني من خلال خبرتي أعني كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فعلا حقيقة وتاريخ بغداد للخطيب من الكتب الرئيسة في شحذ همم طالب الحديث وطالب العلم عموما.
عندما يقرأ في سير هؤلاء القوم تتكاثر به ما يصنعه، ويظن يعني إذا أراد أن ينام كيف أنام، وهؤلاء ما إذا أراد أن يقصر كيف أصنع، أنا مقصر. فهذا يجعله يشحذ الإمام، بخلاف لو أنه نظر إلى أحوالي وأقراني، لو نظر إلى أقراني يقول لك أنا البخاري بينه فلا تنظر إلى أقرانك، ولكن انظر إلى من سبق، يعني فإن الحي لا تؤمن عليه. اقرأ مولانا. وإذا استيقظوا اشتغلوا بها في حال فقرهم وسعتهم وسفرهم وحضرهم ومرضهم وصحتهم ومن صغرهم إلى كبرهم، فمن ذاق وجرب عرف وصدق، ومن استمرر ما يستحليه هؤلاء قاسهم عليه، ومن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء. يعني القياس هؤلاء على عصرنا وعدم وجود الدواعي وعدم والتفلت من المنهج، لا يقاس، لأنه أربط المنهج بعصره، العلم يحاكم بأدوات إنتاجه وبزمنه، فتوفر مثلا ابن المديني ووكيع وكل هؤلاء، لدرجة أن يعني بعضهم يذهب إلى أصبهان ويقول والعار خير من النار لما يخطئ في حديث، أو مثلا شعبة لما يذهب له أعني حماد بن زيد ويقول والله يا مولانا كف عن ابن أبي عياش أبا، يعني من أجل أولادي لأن أبنه يتأذون بكلامه، فيقول أفعل كأنه وعد. فشعبة يظل شهر مجهول بهذه القضية فيلقيه في جنازة، اعلم أبا أيوب اللي هو يكون يتحمد بن زيد أني فكرت في هذا الأمر ولا يحل لي أن أكف عنه، لأن الأمر دي يعني ليس والله بخاطري، لن أستطيع يا مولاي، رغم أنك يعني حماد بن زيد إمام من الكبراء، يعني لا شفاعة لك يا حماد في أمان ابن أبي عياش. ماذا تقولنا في هذا؟ إن الأمر دي. اقرأ مولاي. ومن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء، وإن من أعظم ما يدلل على عنايتهم بالسنة في خواتيم حياتهم وفي النزع الأخير ما حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه، وذلك بقوله حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع، يعني في الاحتضار عند الموت، وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه لا، فلم أقنع منه، فقلت فهمت عني له صحبة، قال هو تابعين، قلت أي ابن أبي حاتم، فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته رحمة الله عليه. اقرأ مولانا. فوائد علم دراسة الأسانيد: إن هذا العلم مفتاح للدارس للخروج من دائرة التقليد بدون علم أو فهم في تصحيح العلم. طبعا مشايخ أسس التصحيح والتضعيف لا تبنى إلا على هذا، يعني أعرف مثلا لما بيختلف أبو البخاري مع الترمذي وأبو حاتم الرازي في قضية، كيف لي أن أرجح؟ إذا ونحن نرجح ليس بأدواتنا، لا نحتاج إلى البنيوية أو التفكيكية، نحتاج بأدوات المحدثين. الحمد لله رب العالمين، عندنا من علومنا ما يجزي عن غيره، واضح مشايخ؟ فنحتاج إلى ترجيح، من يستطيع إذا لم تدرس هذا العلم دراسة وفيه؟ اقرأ مولانا. إن هذا العلم مفتاح للدارس للخروج من دائرة التقليد بدون علم أو فهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، بحيث يبدأ خطواته الأولى في تطبيق قواعد علم المصطلح على الأسانيد، ويستطيع الوصول إلى الحكم عليه بنفسه بعد أن يتأهل لذلك. بعض الناس بيسأل يا مولانا يا سيدنا ما الأسانيد حكم عليها؟ أقول لمن هذا البزار في 17 أو 13 ألف إسناد، إتيني بأحكام عليه مسند البزار، معاجم الطبران وغيرها الكثير. أن يعني أن نحتاج البحث يقول أن كله درس وكذا، بدليل أن البعض قد يحكم يأخذ مثلا على ظواهر الأسانيد، لما يأتي عالم من علماء القرن السادس وأنت تعتمد على نقله، وهو حكم لأن درجة أن الشيخ ابن حجر يقول ومشى فلان على ظاهر الإسناد، لم يراعي إلى جانب النقد ولا العلل ولا غيره، وأنت تقلده وتدين بحكمه وتبني عليه مسألة فقهية وحكم فقهي نتعبد لله به. واضح يا مشايخ؟ يعني شوف الاشكاليه وصلت الى فين، لان بعض الناس عنده اشكاليه ان لما نقول هذا كاننا نصنع يعني مساله خلخله الفقه، معاذ الله وحاشا لله.
تراث الفقه مستقر في الأمة. ولكن بعض الحيثيات القليلة إننا نوجه قول الإمام أو نقول لعل الإمام اعتمد وفي أصح منه، المانع بالقرائن يعني، وهذا لا يتجاوز 5% أو 3 أو 4%، لأن العقل الفقهي مستقر، وده من 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 عظم الله على الأمة. دعكم من مسائل الذي يقول نحتاج إلى مذهب خامس أو كذا، هؤلاء لا يدرون ما يخرج من رؤوسه، واضح يا مولانا؟ لأنه بيظن إن المذهب الشافعي هو للشافعي فقط. لا يا مولانا، توفر المدارس بعد الشافعي من تلاميذه إلى يوم الناس هذا في تنكاح المذهب، ونفس النظام في أبي حنيفة وأحمد والإمام مالك رضي الله تعالى عن الجميع. لا يظن إن خلاص ده مذهب الشافعي، لا، ده هو باعتبار المؤسس. إنما الشافعي كل الشافعية شاركوا في مناقضة المذهب وتقويم المذهب وترجيح وكل ما يتعلق بالمذهب. واضح يا مشايخ؟ لأن بعض الناس بيظن إن فرض يعني ده. وبعدين المذهب مشتق من مدارس قبله، مشتق من التابعين من صحابة رسول الله عن المذهب الحنفي عن ابن مسعود وغير ذلك، أو منهج المدينة أو مذهب الإمام مالك وكذا أحمد وكذا الشافعي رضي الله تعالى عنه. واضح يا مشايخ؟ فمن أجل القرائن فقط، إن هو مسألة الإيه؟ إن عالم مشى على ظاهر الإسناد، وأنا أقول والله لا يسلم له وأغير طريقة المنزع أو الاستدلال الفقهي. وهذا شيء يعني أشبه بعمل المجامع يا مشايخ. يعني التجديد الفقهي يحتاج إلى عمل مجمعي، لا يحتاج إلى عمل فردي. يا مشايخ الآن حقيقة يعني خاصة في القضايا المعاصرة، والحمد لله في مجمع الأسرة الإسلامية مدار الإفتاء المصرية ومجمع الفقهاء، مجمع بجدة ومجمع فقهاء الشريعة، كل هذا جيد يعني نحتاج. ولكن بلحظ على هذه المجامع خفة أو قلة الدرس الحديثي أو حضور الأثر الحديثي، لا لشيء إلا لأن الفقيه والأصولي معتز جدا بمنهجه، وأنه عنده مسألة إن هو استقرت عنده أحكام النووي. فنقول له نعم بالنسبة لك لعدم دراستك لهذا الأمر مع إجلالنا لك وإن كنت كبير المقام والشأن، ولكن لم تدرس هذه العلوم ولا كذا، ولست أعظم من أبي محمد الجويني ولد إمام الحرمين الذي نزل على رغبة تلميذه البيهقي وقال هكذا فليكن العلم، وما أتم الكتاب، كتاب الشامل في الفروع الفقهية كان 3 مجلدات. يعني لو قلنا بقى بمسألة العظم ومسألة علو المكانة لا نجد أفضل من ولد إمام الحرمين، ومع ذلك أقر لتلميذه البيهقي، ورسالة مطبوعة في دار البشائر، رسالة البيهقي إلى إمام إلى أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه. اقرأ مولانا. تقويل الملكة العلمية لدي الدارس بحيث يستطيع الترجيح بين أقوال العلماء في الحكم على الحديث عند التعارض أو الاختلاف. نعم. وذلك في ضمن قواعد أئمة نقل الحديث، فالعلم يحاكم بأدوات إنتاجه كما قيل. الإلمام طبعا مشيخ أنا أعني بالنقد هنا الأئمة من أسسوا هذا العلم وكان لهم مشرب، يعني مش مشرب، يعني أصحاب المدارات الكبار وممن أفنوا أعمارهم في مسألة الحديث وعنوا به عناية عظيمة. يعني لو وصلنا إلى الإمام الدارقطني ومن على منهجه، يعني لا نقول ابن حجر ليس من أئمة النقد، ابن حجر بنفس أدوات المنهج، لا نقول مثلا ابن عبد الهادي ليس من أئمة النقد، لا نقول ابن رجب ليس من أئمة النقد، لا هؤلاء، لا نقول الذهبي، لأن بعض الناس يود أن يخرج هذا من يا أخي ده هؤلاء هم البوابة لهؤلاء، بدونهم صعب جدا النفوذ إلى التمييز المسلم، بدون الشيخ الذهبي، بدون ابن حجر، واضح؟ فهؤلاء مع المعاصر إلى المتأخر إلى أئمة النقد، واضح؟ بهذه الحيثية يترقى الطالب. اقرأ يا مولانا. الإلمام في اصطلاحات هذا الفن وفهم كلام الأئمة الفهم الصحيح في وصف الأحاديث والرواة. طبعا المشايخ اللي هو مصطلحات لما يقولوا مثلا على يدي عدل أو بعض المصطلحات النادرة أو فلان كالعين المالحة، كل هذه المصطلحات تفهم يكون هل هو ده محمل ذم محمل تعديل، كل هذا لا يفهم إلا في ضوء هذا، بدون هذا ممكن تعدل الرجل وهو ليس بتعديل بل هو جرح والعكس. اقرأ مولانا. والتعرف على المصنفات التي يستفاد منها في ذلك أن دراسة الأسانيد ثمرة لجملة من العلوم المتعلقة بالحديث، مثل
علوم الحديث ومناهج المحدثين في مصنفاتهم والتخريج، بحيث يمارس الباحث من خلالها الجوانب العملية والتطبيقية لتلك العلوم. طبعا يا مشايخ، حقيقة مبحث صفة من تقبل روايته ومن ترد، ده مبحث كبير جدا، أظن رقم 23 في مصطلح الحديث في علوم الحديث ابن الصلاح وغيره. أنا حقيقة على المستوى الشخصي ما فهمت هذه المباحث إلا في إطار التطبيق، يعني مسألة تعارض الجرح والتعديل والجرح المفسر والكذا، أنا كنت أقرأها ولكن إيه الآلية، إيه الضوابط، لا أعرف. فلما صنعنا هذا عمليا وتطبيقيا بان لنا الشمس، يعني كالشمس في رابعة النهار وفي رائعة النهار كما يقول، بدونها ما كنا نتصور هذا، لأنه تصور كنا نحفظ سوف ولو ذهبت إلى فتح المغيث كثير جدا، ولكن في إطار التطبيق تقول لا، ده القاعدة هذه لا تحتاج إلى تقييد، القاعدة هذه يعني كلام الأقران يطوى ولا يروى، ليست على إطلاقها إلا بمستند، نضيف بعض في قواعد كثيرة نضيف لها قيود تخرجها من الإطلاق العام. واضح مولانا؟ لأن مثلا قلنا أن كلام الأقران يطوى ولا يروى ممكن نفقد بعض النقول، لأن لما يأتي الناقد لزميله ويقول والله أفسد حديث فلان والدليل كتابه كذا، لماذا لا نقبل هذا إلا بمستند حتى نخرج من التشاهي أو التحيز؟ واضح يا مشايخ؟ فعندنا قواعد مبسوسة. الجرح المفسر يعني يقول لك ان الجرح المفسر يقدم على التعديل، انا ليست على اطلاقها، الجرح المفسر قادح لانه قد يكون الجرح مفسر ولا يقدح، كنا ناخذ ده جرح مفسر يقبل يا شيخ. طبعا مثلا مساله النكاره يقول لك جرح مفسر لان النسائي قال بنكاره مروياته، فذهبنا الى النسائي يا مولانا ده هي روايتين، وذهبنا وجدنا ان النكاره ليست منه، ده من شيخه اصل العين. شوف يا مولانا غيرنا، كنا الأول وحكم وقال كذا النسائي بأن حديثه منكرة، فنذهب إلى النسائي بين أيدينا، ده هو أتى له في السياق روايتين وجدنا إن النكارة من شيخه، ولو قلنا بقول النسائي يكون النكارة مقيدة، فنقول الرجل ثقة له أو هذا، وهذه تخرج من الإطار العام، الراوي ضعف الراوي، الباحث ضعف الراوي من أجل قول النسائي. واضح يا مشايخ؟ يعني حيثيات كثيرة ظهرت لنا في إطار التطبيق العملي اللي هو امتلاك البلكة، بدون تطبيق عملي أنت بتشعر أن ما أعرف هذه المسوغات وهذه المنهج. اقرأ يا مولانا. مما يزيد فهمه لها ويرسخ معرفته بها عمليا، وبعد دراسة الأسانيد يأتي علم العلل بتطبيقاته وممارساته ليمتلك الباحث أزمة الملكة الحديثية. نعم يا مشايخ، إلى هذا القدر نكتفي، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.